تقدير كبير، خصوصا بعد ما اطلق على محور في التجمع اسمي. دي حاجه مميزه جدا، اول مره تحصل. دايما رئيسنا داعم للرياضه، دي حاجه كبيره جدا، وداعم للشباب. ف يعني بجد كانت سعاده لا توصف من مكالمته. طبعا الحمد لله اللي انا قدرت افرح شعب مصر كله، دي حاجه بسيطه جدا يعني اللي انا اقدر اقدمها لكم. ويا رب اقدر ان شاء الله ان انا استمر على ده، واقدر اساعدكم اكتر واكتر في المحافل الجايه ان شاء الله. اكيد طبعا يعني هم وقفوا جنبي، واكتر ناس كانت حاسه بيا كانوا دايما في ظهري في التمرين، دايما بيتعبوا اكتر مني. بابايا ومامتي يروحوا معايا ويجوا في التمرين، عامه تشجيعهم ليا طول الفتره اللي فاتت. النجاح ده ما كانش وليد يعني يوم وليله زي ما بيقولوا، كان وليد سنوات فاتت كتير. الناس كلها اللي جات لي ادخلت الفرحه على قلبي. شكرا بجد كل الناس، يعني ما كنتش متخيله الكم ده كله. شكرا لصحابي، شكرا لاهلي، شكرا كل الناس اللي جت. كلمه شكر فعلا قليله ليكوا، انتوا بجد فرحتوني جدا جدا. ادخلتوا الفرحه على قلبي بمعنى الكلمه. انا يعتبر ميزاني من اصعب الموازين اللي كانت موجوده في البطوله. كانت مجموعه، كنت بتكلم مع مدربي قبل البطوله كابتن خالد فضل، كان فعلا بيقول لي مجموعتك مجموعة الموت نازل. فأي كابتن الكلام يعني ايه؟ لا اقاتل. طب الدنيا هتمشي ازاي؟ مش هتبان غير في الاخر. ففعلا كلامه طلع صح جدا. حضرتك كنت بتكلم على ماتش البنت الجزائرية، هو كانش فيه اي تعاون، بس هو كان فيه حرص مني اللي انا اضمن تأهلي ليس اكتر. وبرضو حاجه جميله ان احنا كعرب نتعاون مع بعض، دي حاجه طبعا تشرفنا. لازم نقف احنا كعرب، لازم نقف في ظهر بعض عشان نقدر نوصل للنتيجه في الاخر.